برج المروج الخضر والبحر والصحراء حق الوفاء والصبر والود والعشرة حق المروج الخضر والبحر والصحراء حق الوفاء مساء الخير، مساء الورد والفل والياسمين لكل من اختار مرافقتنا عبر الفضائية الوطنية الأولى. أعزائنا المشاهدين، هذا موعد جديد يجمعكم وكامل فريق منوعة ليالينا. نحب في بداية منوعتنا نحيي فرقتنا الموسيقية بقيادة المايسترو أنور المبروك، تحية لهم ولكل العازفين. دي جي كاسوس اللي بدا لكم بالجو أغنية من روائع الأغاني الوطنية، تصفيق عليه دي جي كاسوس. وأيضا الجمهور اللي حاضر معانا اليوم يعطيهم ألف صحة، وإن شاء الله تقضيوا معانا أكيد أوقات ممتعة مع أصوات جميلة جدا وأنواع موسيقية مختلفة هذه الليلة. كالعادة رفيق دربي سندي أستاذي العزيز سفيان بن فرحات، مرحبا بك. عايشك لدي انت، يعيشك ان شاء الله سهره رايقه، خاصه الباقه هذه نتاع عيد، هذه اللي ختمنا نتاع عيد، ما هو داخلين على شهر رمضان ان شاء الله. بتكلم ان شاء الله يعني. سهريه حلوه، جمهور العازفين، الليله رايقه حلوه كما تونس ديما تقعد رايقه ان شاء الله يا ربي. ضيفتي الأولى هي من الأصوات التونسية المتميزة اللي عرفتوها عبر برنامج The Voice، يعني حتى وما وصلتش المراكز متقدمة ولكن خرجت نجمة من The Voice. هي من أجمل الأصوات التونسية اللي سمعتوها في تكريم الراحلة ذكرى في سهرة افتتاح مهرجان الأغنية، وهي قاعدة تنشط توا بعد غياب شوية، لكن رجعت في حركية سعيدة جدا هذه الليلة باستضافة المطرب صفاء سعد. مرحبا بك يا صفاء. عايشك بيك نبي، عايشك. انا فرحانه برشا اني انا بحذاك الليله، مرحبا ثاني حلقه من السيزون 2. ايه مرحبا بيك، واحنا اكيد باش نستمتعوا بهالصوت هذايا وبقه جميله من الاغاني في المباشر. اكيد اكيد اكيد. من الفنانين الاستثنائيين الشباب في تونس، يخطو بخطى ثابته نحو النجاح في كل مره، اعتلى ركح مهرجان قرطاج في مناسبتين وعمل الكومبلي. هو غنى عشق، يعشق كل الأنواع الموسيقية بما فيها الفن الأوبيرالي، الموسيقى الطربية والموسيقى التونسية، وحتى اللبناني غنى راهو بلهجات أخرى. هو غنى طاير، وطاير حالم ديما باش يحقق أمنيته ولما لا العالمية. الليلة كيف ما غنيتوا ليلى، شرفنا بحضوره، سعيدة جدا باستضافة الفنان الشاب المتميز حسين الدوس. مرحبا بك حسين. حياتي كاملة مستانس ديما بالتحديات، معناتها ديما ملي بديت ديما نحب نفرض روحي، نفرض ستيلي، نفرض العالم نتاعي، خاطر خلقت عالم جديد مختلف متمرد على اللي موجود. فقعدت ديما مستانس هكا نفرض روحي، ديما نحب نقول، ديما نحب نعمل، ديما في تحدي. اما تقديمك اليوم خليني ما نجم نقول حد شيء، تقديمك محليه برشا وحشمت، معناتها يعيشك يعيشك. محليه الفنان كي يكون ساقيها على القاعه حتى كي يحقق نجاحات كبيره، وانت مستقبلك انت وصفاء اكيد كبير برشا، وتونس ولاده، تونس ولاده في الاصوات الشبابيه، ومنهم هشابه هذه اللي انا اكتشفتها في ليالينا الموسم الاول، جات غنيت اغنيه وطنيه مع والدتها وقعدت هكا في ذاكرتي انا سي سفيان، ديما كي نتذكروها نقولوا الصوت هذاك علاش مظلوم. هي استاذه موسيقى ولكن ايضا متحصله على الماجستير في التصرف، تعزف جيتار، تبارك الله عليها. اليوم جات باش تنورنا وباش تقدم لنا اكيد اهداء لتونس قبل عيد الاستقلال. سعيده جدا باستضافه الفنانه الشابه زينب وسلاتي. اهلا بيك. مرحبا بيك زينوبه. عايشك، ميرسي على البريزونتاسيون. سا
ça me touche énormément. وانا فرحانه اللي نكون ثاني مره موجوده معاكم لهنا في البلاتو. دونك ان شاء الله الليله نغني لكم ان بتي ماشاب مزيان برشا. وكهو ان شاء الله زيد ان شاء الله بالتوفيق القديم ان شاء الله نزيد نقدم ان شاء الله نشوفوك من بين الاسماء المعروفه كي سفير ومحليه الدنقري حسين شفت ومحليه الدنقري التونسي ودنقريها محليه اي فما اليوم كتوش هكا التونسيه الجميله خصوصا واحنا ما زلنا كيحتفلنا باليوم الوطني للصناعات التقليديه يزي توا من الحكايات اش قولكم كان نطيروا شويه مع حسين الدوس ويسمعنا اغنيه من اغانيه الجميله شنو اخترت لنا يا حسين الدوس؟ باش نعملوا انا في الحب هكا انا في الحب هي ربريز الجزيريه مربوطه ماتشاب ماتشاب كما قلت انت اون استوريا دون امور بالاسبانيول جهاد جباره هو الموزع تاع الاغنيه هذه ما عرفتش جهاد موجود ولا اي اي نقدم له تحيه جهاد دونك فوالا باش نغنيوها وان شاء الله تعجب انت تحب هالمزيج هذايا ما بين العربي والغربي ودائما يعني تبحث انا تبطل عليك حسن تعرفها منيش جيت هذيك جيت ملي كنت صغير كنت صغير ديما ما نعرفش على روحي شنو الستيل اللي نحب نعمله كنت روكر وقلت مانيش روكر 100% نحب الروك لكن باهي مثلا في الاوبرا باهي في الاوبرا ما زاد نغني تونسي غنيت قبل في الحزب وفي العيساويه وغنيت في الحاجات هذوما دوك قاعد ديما نلوج سو كي في كي عملت كي بديت نعمل موسيقى ممكن الخليط هذاك اللي الناس تشوف فيه خرج سبونتانيمون خرج بتلقائيه كبيره اون فيت الموسيقى هذيك يعني الخليط هذاك اللي انا ديما نعمل فيه الى غفلات انا وكهو انا خليط برشا حاجات صافي انت زاده ما شاء الله عليك غنيت قبل ما نسمع حسين اكيد غنيت الاغنيه الليبيه غنيت الاغنيه الخليجيه غنيت الاغنيه المصريه قاعده تنتج في اعمال تونسيه مع ملحنين وشعراء توينسه هالاختلاف هذايا وهالمزيج الى اي مدى ينجم ينفع الفنان هو كيما حسين انا مش ما لقيتش جوي اما ولا ما لقيتش ثنيتي انا نحس روحي موجوده في الثنيه الكل يعني بوليفالونت نحب نغني التونسي والخليجي والمصري والليبي والسوداني والهندي نسمع برشا هندي ونقول معناه نحس روحي سمعنا حاجه هنديه لا لا يسالي اما ترجم هنا صافي لا لا باس لا لا نسمع بالكدا بالحق نسمع كل شيء ونسمع الراب ونسمعك انت على الاخر ونموت على فنك بالحق حسين كاريزما كاريزما برشا وانسان فرض روحه من الاول الحقيقه معناها جيتي شوكي شنو هذا؟ ما فهمتش معناها برشا بورتون راني نقبل لكن بالخدمه انا نقبل الناس الكل اي نقبل الفنانين الكل نقبل نسمع الراب نسمع الان ام بي نسمع كل شيء اما حسين تحسوا ميلونج بالضبط هو قولك يا صافي نشوفوا هاك الميلونج هذاك توا يلا سيدي يلا بتشجيعكم الفنان تصفيق على جهاد تصفيقة كبيرة على جهاد جبارة ودالي على باتري نسيان تاعي برافو لي انا في الحب ماذا عديت سهرت الليالي ماذا قسيت تعطلوا دموعي وبكيت خبيت سري وكميت هذه قصتي في الحب صفقوا معايا صفقوا انا في الحب ماذا عديت سهرت الليالي ماذا قسيت تعطلوا دموعي وبكيت خبيت سري هذه قصتي في الحب اقوى شويه طبعا انا اسبابي في الحب نظره اي 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 اي, 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 اي
لقيتها تبعت الجرة أي 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 أما نرقد ما يجين النوم ما يهون عليا حتى نوم كنشوف هيزولوا الهموم آه يا ربي إيش حسيت يا نستاس مسامياد الكرفان En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y tus besos encontraba El calor que me brindaba, el amor que la pasión. Ya la gente. La mamá. أنا سببي في الحب نظرة أي 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 قيت تبعت الجرة أي 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 أما نرقد ما يجين النوم ما يهون عليا حتى نوم كنشوف هيزولوا الهموم آه يا ربي إيش حسيت يلا أبعد نسكن عطلوا دموعي وبكيري خبت سري هذه قصتي في الحب سمعني 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 اسكو يسمعوا الناس الببليك في ديارهم توا ولا ترى قولوا معايا اي 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 انا سببي في الحب نظره لقيتها تبعت الجره اما نرقد ما يجين النوم ما يهون عليا حتى نوم كي نشوف هيزولوا الهموم بيش حسيت أنا سببي في الحب نظرة لقيت مش فكة الميسيون أي 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 أما نرقد ما يجين النوم ما يهون عليا حتى نوم كين شوف هاي زلو الهموم أيزي آه يا ربي إيش حسيت للموندو متاعو كيهزنا العالم الخاص به هذا هو حسين وانا نعرفه راه وانا في الحب هكا شويه تخمر على خاطر الحب راهو عندنا لهنا موجود في الاستوديو تحيه للحب يا حسين الدوس نحب نقول له حاجه نادي نحب نقول له حاجه تفيليسيت مش على الصوت ومش على الغناء على روحك ريتا بالحق محليك محليك كلك دي زونت بوزيتيف يا حسن يعيشكم يعيشك يا حسن اكيد استاذنا تي سفيان بن فرحات عنده ما يقول في حسين الدوس احنا هنا بارتاجي والله شو حسين الدوس لو من اعز الاصوات في العالم العفو شهاده كبيره هذه يا حسين العفو يستاهل فنان عالمي بالعكس لو كان تاخذه في الفن الاوبيرالي هو عنده اون فوا دو تينور وقريب ياسر هو يفهم كونتر تينور سي تي فوا راغ
مش موجودة بالكل. تلقاها عند الكبارات معناها كيما أندريا بوتشيلي بلاتشيو دومينغو ولا بافاروتي، ويغادي هو ريغوليتو وكل شيء معناها في المساحة هذيك. راهو داير عنده عشق كبير في العالم، في فرنسا في إيطاليا في بلدان أخرى يحبوه ياسر. أون بليس تو كيما قالت لاسافير ثم ناس يظنوا اللي غني الأوبرا يبدا عقدها هكا وعصبانة وفكر. هو لا، هو اللي هو ولد الأحياء الشعبية معناها كيما قال لك غنى العيساوية وغنى الديوان وغنى الحزب وكل شيء. حي 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 معناها تلقاه عند أمريكا بوتشيلي بايزامبل بافاروتي عندهم هذو. وهو الحق أكثر من هذا، عنده تنوع. يعني تصور أنت من الموسيقى الأوركسترالية الكبيرة الأوبرا يمشي لك الأغنية في دي جامبة أخرى. عنده روح حلوة. أنا سنة والله في الصيف نخدم في الدار، قعدت تخدم الجمعتين وثلاثة ما خلاش نكتب في حاجة. سمعت بيه في كارتاج مشيت له وجو ني با ريغريتي. عمل حاجة ان سبيكتاكل توتال صحيح في كل شيء صحيح. ويجود لا جيتار الكتريك معناها خاطر هو بدا في تاريخ الكل عند سفيان راهو باش تبدا تعرف. دونك على مستوى الصوت انا ما نستغربش وانه باش يكون هو توا عنده سنوات يخدم ما شاء الله ماشي للعالمية، باش يكون عنده على مستوى العالمية معناها طبيعي لي غاغ لولا الصوت هذه ثمش حفلة في العالم يغنيه كما يغني هو. حاجة صعيبة ياسر. أنا نقول له حاجة برك، حافظ على صوته. علاش؟ على خاطر تبارك الله هو دوم من عند ربي، هو زاد خدمه. صحيح. دونك كان كونتر تينور ما عندناش في تونس. يكذب عليك، عندنا فنانين كبار عندنا أصوات، أما في الصوت هو كتينور ما يوصلوش. أنا وصل لحاجة كبيرة ياسر. شهادة كبيرة هذيا أكيد. عايش. شنو تعلق بها؟ أنا جوستومون سيدي أنا جبت معي جيتار إلكتريك اليوم تو نشوفوها. إن شاء الله. يمشي نوع لنا راهو في نوع لنا يمشي كان بسنا في كارتاج ما تجيكش غريبة كيما كارتاج كيما كارتاج تكرسوا ندخلوا بعضها. المهم تسلطنوا، المهم تكونوا عاملين جو. السادة المشاهدين أيضا مستمتعين معنا، وصافي سعد من الأصوات كيف ما قلت لكم اللي الجميلة جدا. وش قولكم كان تهزنا هكا العالم المرحومة وردة بالعيون السود؟ أكيد باش تستمتعوا معنا الليلة أعزائنا المشاهدين، ما تبدلوش القناة. صافي سعد بتشجيعكم. وعمل الدين بين السنين، وعمل الدين فرقتنا غيرتنا ولا دوبت فينا الحنين السنين للزمان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا كتيرة وجميلة.
الموسيقى في ألوان مختلفة، يعني الأنماط الموسيقية مختلفة، وإحنا وقتاش نستمتع بها؟ وقت اللي الفنان يؤدي كأحسن ما يكون النمط الموسيقي اللي قدمه. واليوم استمتعنا مع حسين، وتوا استمتعنا مع صفاء، وما زلنا بعد إن شاء الله نستمتع مع زينب. شنو قولك سي سفيان؟ والله لا الرحلة هذيا الدخلة قوية، دخول بقوة. هاني قلت لك العيد قبل العيد على صفاء رجعت لنا اكل اجواء نتاع ورده وبلي حمدي، اجواء كلها مفهمه، وغنيت بدقه كبيره. هي قبيله قالت اني انا نعمل ياسر حاجات، وهذاك يخليك بوكو ديزونس كيما هي كيما حسين وغيره كي غنيو في بلوزيور جونر يخليهم يستغناو ويعملوا دي ترونسبوزيسيون. بالضبط كيما حسين شفت قبيله يغني بالاسبانيه ترانسبوزيسيون يتظهر كاينه يغني في صالحي ولا في العرض يعني. نورمال هي كيف كيف هي كيف كيف حسينا وانها ما شاء الله عندها من ذا فويس نذكرك غنيتهم كلثوم وتوا عندها نحبها نهار تعمل اغاني نتاعها هي ان شاء الله هي قاعده تجتهد وتوا نسمع بعد شويه من اغاني اللي قدمتها الخليجي صوتها رقيق زينب اي قبل ايه قبل تخيب الفواصل اسمع فما هكا فينا فما روح فما هكا
رنا محليه فما هكا وهره نتاع ارتيست محليه وارتيست جينيرو عندي نمشي ياسر بالانرجي بالطاقه معناتها عدت لي برشا طاقه محليه هكا نتاع شيخه. لا ما قلتها على خاطر اذا قلت ليه والله ليه يعرفوني انا كان يعجبني حد بدا وجهي مسكر انا قبيله نضحك فما طاقه محليه تعديت بربي تصفيقها اقوى على صافي بالحق يعيشك حسين. والجميل يا حسين انه الطاقه هذه تعديت لينا احنا والجمهور والاكيد للساده المشاهدين زاده ان شاء الله يا ربي. انتم اجيال يعني متقاربين ولكن اجيال مختلفه. زينب في بدايه الطريق انا اصغر من زينب عاد شنو انت اصغر مني كبرت صغيره زينب اكيد عندها حلمه كيفك يا حسين وكيف صافي. شنو تحلم زينب؟ شنو النمط الموسيقي اللي تحلم تطير وتجنح فيه؟ انا نحلم مش باش نكون معروفه نحلم باش صوتي يوصل ديجا معناتها اون بروميير سي لا بروميير شوز معناتها كي مانسبير انه جوست معناتها لو فيت اللي انا نقعد وحدي ونكومبوزي لي كومبوزيسيون هذوكم يوصلوا يتسمعوا وهذا هو سي مون ريف مون اوبجيكتيف بور لو مومون. دونك توا عملت اون بتيت كوبور مازلت كي خذيت الماستر نتاعي في السيف دونك عملت اون بتيت كوبور قلت هاي زينب ماكش باش تدخل فيك السيستيم باش تخدم دونك قلت باش نعيش لروحي بور اون فوا. دونك عام سنة جو ديسيدي انه باش نقعد معناتها جوست ديديي للموسيقى معناها وقتي الكل باش يكون ديديي للموسيقى. بالطبيعة خليت لي كور معناتها انا نقري جيتار دو باز دونك قلت نقعد نقري جيتار ما نقعد ديما نفرغ الوقت الكل سبيسيفيكمون باش نكومبوزي وباش نقدم. دونك ان شاء الله بقدرة ربي من بعد رمضان باش نخرج اغنية دونك باش نخرج هو سي ان البوم اما سو فورم دو تيتر دونك باش نخرج ديما دي تيتر. حطيت في قلبك زينب؟ حطيت برشا في قلبي اي لا برشا برشا. علاش؟ على خاطر سيف هاو لو ديكليك باش نقول لك شنو اللي صار. لو ديكليك هو اغنيتي انا وماما بالضبط. لو ديكليك هذاك خلاني اني نقول تيان ما احنا اوني كابابل دو بريزونتي كيلكو شوز معناتها اللي يكون هكا محلي ومسموع ويمس العباد سورتو. دونك الحق انا من اولي معناتها عندي برشا ملي بديت في الموسيقى صافي توا ما شاء الله 10 اي 10 مازلت ما صار شكل ديكليك هذاك ولو ديكليك سيتي اون فوت دو تون. دونك الوقت توا قلت باش نخصص وقتي الكل للحاجه هذه اللي انا نحبها خاطر سي ما باسيون حاجه معناتها من روحي تخرج. وانا كان لي شرف انه الاغنيه هذيك اول ما تعديت معايا في ليالينا الموسم الاول بالحق والله جيتي هذيك سيتي بالحق مون ميور باساج وبالحق ما احليكم قبيله حكيتوا على انرجي الانرجي اللي عاديتوه لي انتم بالحق والله قعدت ديما كل جو ريميمور كل وقت هذاك اللي جيت وسي سوفيين معناتها شكرني برشا وانت زاده وهذا دورنا رجعت وترجع ترجع زينب. خلينا نعملوا حاجه اكابيلا قبل ما نشوفوا من الاعمال الجديده نتاع صافي شويه من الكليب نتاعها ونسمعوك بعد بالجيتار. شنو دندن لنا هكا اكابيلا؟ خلي من بكري واحنا نحكي ونحس في حسين وصفي يحبوا يسمعوك نسمعوا حاجه حسين يعرفني أمانة نحب نكون معروف. عندك مشكله تحب انت ما تحبش تكون معروفه؟ ما نحبش تكون معروفه بوركوا با. هي راهو كي صوتك يوصل تولي معروفه. نقول لك علاش ما نحبش نكون معروفه باش معناتها بالحق جو اكسبليكي. مي سي با فغي سي ان كونتراست. حبش نقول لك علاش سي فغي حبش نقول لك علاش كونت اون كارد une certaine discrétion c'est moi quand on garde une certaine discrétion معناتها كاحنا quand on est une personne discrète معناتها on veut pas s'afficher نحبوا حياتنا تكون ديما خاصه لينا. نحس اللي لو جور اللي tu vas dépasser le cap هذيك انك باش تكون معروف باش تكون ماش عندك réellement une alors la chanson توري فيها للعباد لويه ما فهمتش شنو نقصد. اي ما قلت لك قلت لك هو الشانسون انت باش تعرف معناها تحب انك صوتك يوصل مي كيلكو باغ ماذا بيك تخلي اذا نحكي بالنسبه للشخص انا لا في بريفي تي فو دير اي معناتها نقول انا بالنسبه لروحي سي كيلكو شوز كي مو في بور كيلكو باغ تعرف لي علاش؟ لانه احنا ولينا اعلاميا ندخل ياسر في خصوصيات هو هي حاجه تخوف بالحق حتى الامور الخاصه به ولينا ندخلوا فيها ونقلقوا الفنان مالوغوزمون هي ولا الحلم نتاعك كيفاش تبدا انه العباد تسمعها أي. انا هاني موجوده موجوده انا اون ميم تو بالضبط فما كل التردد خلينا نسمعوا الصوت نقول حاجه بربي خلينا نكمل قبل ما نكمل الموضوع هذا ما يصيرش فسدت لك البرنامج اليوم. لا لا والله بالعكس ليه خاطر سي تري امبورتون انا بدي نحشم ياسر مثلا في الدنيا حشام
ما نحبش مانيش كيما في التلفزه معناتها، مي باغ كونتر عندي انا يلزمني نوري موزيكتي للناس، يلزمني نقول، يلزمني نكون كيما انا، نحب نحاول ديما نعطي الفرحه ونعطي المحبه للناس ونعطي الافكار الجديده ونعطي الكرياتيفيتي ونعطي من روحي للناس باش يبداو فرحانين وباش يبداو شيخين، خاطر مهمتنا هي اسعاد الاخرين. راهو في يبدا واحد مثلا في بلاصه حزين، في راش ما حبش نحكي في بلاصه معينه مثلا، كي تساهم انت بفرحته وتساهم بضحكته وتساهم هكا بتغيير نهاره دور الفنان هذاك، لكن لكن مانيش انت حكيت على شكون معايا اليوم، مي انا با فورسيمون باش نحكي على في بريفي نتاعي. بيان سور بيان سور، اي وانا حد غادي راهو حسيت لا لا يعرفوني في خدمتي انا ما ندخلش في الخفيه. ليه ما فماش مشكل؟ ليه بالعكس انا حبيت نرحب بها هذاك ليزيغ. ليه بالعكس بالعكس حسيت ماذا جوست انا حاجه بتيت حسين مالا جاي فريق تاع كل قدم هو من سوسه. جاء فريق قالوا غني لي انا عجبني الرد نتاعو كيما قالها توا. قال انا نحب ليتوار ونحب ليستوار ونحب الكلوب كلوب سكسيون كل شيء، اما نحب نسعد الناس الكل. بالضبط. توا عاودها داير. نحب نفرح انا ديما. اما هي راهو ثم فنانه كبيره قالت ديما ما يعرفوهاش العباد وصوتها معروف هي فيروز. عاد حياتها كامله معناها رجلها نحبني قدامها وحذار في واقفه هكا ما تحكيش. اما نعرف وجهها، اما نعرف وجهها ونعرف الواحد والتوجه. معناها نحب نسعد الناس. جو بونس كيل فو سي لونسي انا جديغي. نو جو ملونس بيان سور. خلينا نسمعوها. شانتي. بالعكس جوستومون يلزمها تغني. انا شوف تو ناخذ الانستغرام تاعك ولا حاجه تو نحكي. تو نحي لك الوجه. Donc là, je vais improviser. Hein. Hey, 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 là, je vais vous dire que je 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 I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. And I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the road we have to walk are winding, and all the lies that lie the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. برافو زينوبة. ميرسي. الحديث باقية معاك إن شاء الله، ربي يوفقك وإن شاء الله نشوفوك تحقق حلمتك، وما زلنا باش نسمعوك مع العازف على الجيتار، لكن خلينا نتعرفوا على شوية من كليب جديد هو لصفي سعد ونرجعوا من بعد نكملوا أجواء منوعة ليالينا. يسلم بوكو أهلك ما كش سايبة، جاك وليد حلال ربي جايبة، جاك وليد حلال ربي جايبة. سلم بوكو أهلك ما كش سايبة، سلم بوكو أهلك ما كش سايبة، سلم بوكو أهلك ما كش سايبة، جاك وليد حلال ربي جايبة، جاك وليد حلال ربي جايبة.
محلاكي محلاكي سلم باباكي باباكي ياسر محلاكي محلاكي سلم باباكي محلاكي كيف طالتي نجمة لالي المع الذهب بحول عزيز وغالي وإن ما رقصتي رقصوا لك لغوالي كل العيون قداك صرتي جالبة كل العيون قداك صرتي جالبة Je ne connais pas ce soleil qui brûle les dunes sans fin. Je ne connais pas cette terre que celle qui m'a tendu la main. Et si un jour je pars d'ici, je n'oublierai jamais mon pays. Et si demain comme aujourd'hui, je dois faire le tour de la terre pour chanter au monde mes envies, voyager des années entières. Moi qui suis né tout près d'ici, même si je quitte mes amis, je n'oublierai jamais mon pays. Trop de souvenirs d'âme, de cours d'école et d'été. Trop d'amour pour oublier que c'est ici que je suis né. Le temps abandonné sur les bancs de ma cité. Trop d'amour pour oublier que c'est ici que je suis né. كلمتي حلوة يا بلدي وغنوة حلوة غنوتي حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول ذكريات كل اللي فات بكرة يا بلدي قلبي مليان بحكايات بكرة يا بلدي أول حب كان يا بلدي مش ممكن أنساك يا بلدي في أيام زمان رغم الوداد يعطيك الصحة برافو كانت هذه أغنية هكا مزيج عملته حلو برشا زينب الوسلاتي هذا الصوت الشاب اللي قادم على مهل واللي يستحق التشجيع هي قالت تغنيت بتونس وقالت يعني الواحد بالحق أحيانا ما يلقاش العبارات نشوفوا في شباب قاعد يحرق نشوفوا في شباب يحس روحه ما عندوش بلاصة في بلاده وقت اللي راهو ما فماش مع عزمة هالبلاد هذية حبيت اليوم زينب تقدم لمسة الوفاة هذية لتونس لأنه احنا يوم 20 مارس بعد غدوة يعني يوم عيد الاستقلال اللي في فترة ما نسيناه اللي في فترة ما يعني سنوات خلت التالي ما عادش نحسوا بك القيمة اللي كنا نحسوا بها في عيد الاستقلال إن شاء الله السنوات هذية يرجع لعيد الاستقلال بريقه بشبابه تونس راهي ما تكبر وما تكون دولة مميزة بين الدول إلا بهالأصوات هذية الشابة وبهالكفاءات اللي موجودة فيها والشباب ما شاء الله يعني تونس ولادة في كل المجالات اليوم من خلال هالأغنية هذية باش نمشيو لفقرة مع سفيان
باش يحكي لنا على عيد الاستقلال، عيد الاستقلال اللي ديما يلزمنا حتى وكان حتى وكان معناها نسينا احنا ساعات وننساو، يلزم احنا نعلموا صغارنا اللي فما نهار 20 مارس عيد الاستقلال، واحنا نذكروهم في التاريخ هذايا، واحنا نعطيو حق المناضلين والشهداء اللي دفعوا دمهم في سبيل هذا الوطن. مع سفيان وفقرة عيد الاستقلال. والله التقديم نتاعك انت مهم ياسر. أنا نحب نقول حاجة، وأنه التوانسة ديما نقولوا احنا 3000 سنة حضارة. تعرفوا الحضارة قامت في التاريخ هي حضارة قبصية قفصة. يعني وقت العالم كان وحوش وكان غيره، كان ثم حضارة في قفصة وكانوا لقاوا مع عالم يعني آلاف السنوات، يعني أكثر من 15000 سنة قبل الميلاد كانت حضارة قبصية ويقراوها في أمريكا في النرويج في جنوب أفريقيا وغيره. تونس كذلك بلاد الوحيدة في العالم اللي تلقى عندها عاصمة كانت قفصة، ومن بعد ولات يوتيك عتيقة، ومن بعد ولات قرطاج. والعرب الفاتحين لما جاءوا لتونس جاءوا لسبيتلة كانت عاصمة، سوسة زادة كانت عاصمة في الترماء، قيروان كانت عاصمة المهدية، وتونس ولات عاصمة عام 1160. هذا من 9 عواصم في التاريخ، وزيدها عاصمة أخرى أسوها تونس اللي هي القاهرة المعزية، لأن المعز لدين الله الفاطمي خرج من المهدية مشى أسس القاهرة بحلى مدينة وقتها اسمها الفسطاط. هذا يبين وأنه احنا شعب بمساحة جغرافية صغيرة لكن تاريخ كبير. صحيح. قال لي واحد النهار ربي قايد لعفارق، الحمد لله احنا 16 مليون، وما كان جينا كالامريكان 300 مليون. نهار رئيس بورقيبة الله يرحمه اللي هو رمز العزة والكرامة وقاد الحركة الوطنية، هو قاعد في بيروه وتخلى عليه رئيس حكومة الايطالي اسمه فانفاني، لقى كتاب يقرا فيه على يوغرتا البربري جوغرتا. يوغرتا مش معناها يوغرت، هو معناها يوغرتين بالبربري، معناها الرجل المتميز اللي ما يشبهش الاخرين. قعد بيت قال له بورقيبه انا يوغرتا الذي نجح. علاش؟ خاطر احنا كي يقولوا 3000 سنه 2000 سنه مستقلين و1000 سنه محتلين، نقاوموا من اجل مقاومه الاستعمار. ثم 22 شعب دخل في تونس، 14 استعمار، وفي الاخر نهار 20 مارس 56 بورقيبه وحشاد والدغباجي والتوانسه الكل من كافه الجهات جابوا الاستقلال هذايا. وتونس في التاريخ وقت كانت كبيرة، توا كي نشوف أنا شباب قدامي كما زينب وصفاء وحسان، تونس وقت كبرت كانوا ديما فيها شباب يوصلوا العالمية، سواء حنا بعد ولا يوغرتا ولا ابن خلدون ولا معناها سانت أوغستان ولا الحبيب بورقيبة ولا غيره، ولا حشاد. حشاد استشهد عمره 38 سنة، وقت بدا عمره 20 سنة، خرج من قرقنة ترأس النقابات العالمية ككل، كان معناها نائب رئيس نتاعها. نحب نقول انا للشباب هذم اقراوا تاريخ بلادكم، في الدنيا هذه عندك حياه واحده تحافظ عليها، وعندك كذلك وطن واحد تحافظ عليه. اكيد تتفتح على الحضارات الاخرى، اما تبقى ديما تونس رايتها عاليه. وشوف تونس الحدود اللي استشهد عليها حنا بعد ويغلطه وحشاد هي نفس الحدود اللي موجوده توا. حتى المؤرخين يقولوا ستون استوار موبيل، وكانها تونس ليست تنتج التاريخ بل تصنع التاريخ. ومن هنا نحب نحيي كل الناس اللي بدمائهم عبدوا هذايا، مش عندنا شبيبة تبارك الله هاي قتلك سنين كاملة القراية نتاعها وتحب تتفرغ للموسيقى. علاش؟ هذاك على خاطر ثما ناس خدموا هكا، وثما ناس عندنا في الجنوب وفي الساحل وفي الشمال الغربي وغيره بعد الاستقلال، وفي صفاقس وفي قابس وفي قفصة وفي توزر وفي عيد راهم وفي تبرقة بارتو، نساء عطاو السبوليتات نتاعهم وعطاو الذهب باش بناو الدولة المستقلة الجديدة. دونك تحية إلى تونس العظيمة. تحية. تحية لهذا الشباب. تحية لتونسنا الغالية أكيد. محلى محلى خرافاتك سي سفيان، ومحلى هالأغنية الرائعة للرحلة عليا بني وطني اللي قدمها لنا دي جي كاسوس، تحية لي من أجمل الأغاني. يمكن
يمكن أنا نتكلم بحماس لأنه والدي ربي يطول في عمره من المناضلين التوانسة اللي متحصل على وسام الاستحقاق واللي ناضلوا من أجل تحرير تونس واللي نتمنى له الشفاء إن شاء الله. على ذلك هو اللي علمنا الوطنية، وعلى ذلك أنا نمن بدور الوالدين، يعني حتى ولو أنه المنهج التعليمي قصر أو الدولة ساعة أحيانا يعني تتلهى في الأمور السياسية وتقصر والشعب ينسى والشباب ينسى في المتاهات هذيك، على الأقل راهو دور الوالدين مهم برشا في زرعك الوطنية هذيك داخل كل شاب وشابة. وانتم سفراء لبلادكم، الكلكم سفراء لبلادكم حتى من خلال الفن اللي تقدموه. زينوبة ندي نخلي لك كلمة الختام عزيزتي، فماش حاجة تحب تقولها؟ ساعة نحب نشكرك أم خمي برشا اللي استضفتني اليوم، سما في بليزير اللي كنت موجودة في اللمة هذه محلاها، إن شاء الله ديما تكون الأمبيونس هذه في تونس. أنا قررت اللي ما نخرجش من تونس نقعد بور لو مومون على خاطر نحب نخلي مون إيدنتيتي باش ثبت الكلام معناتها اللي كنت تحكي فيه. بالحق معناتها سي تخي امبورتون خاطر كان نمشي وإحنا شكون يقعد فيها فينالمون البلاد هذه وشكون اللي باش يبناها وفينال، دونك ما نخليوهاش تمشي، نقعدوا فيها ونكملوا وان شاء الله بيان ايفيدامون واحد يكون اوفير معناتها على الانترناسيونال توت اون ايتان في بلاده موجود ان شاء الله. نحب نشكر جست حاجه بركة دينغري هذا اللي يحكي عليه حسين قبيله من عند شهد، نحب نشكرها برشا برشا اللي هي اللي عطتني دنجري هذيا. محليه محليه نبوسها برشا برشا. كتوش التونسيه هذيك هي سي سا بروبر كرياسيون عندها. انا بالزهور اكيد باش نحييك ربي يخليك ونتمنى لك النجاح والتوفيق تاع الدنيا الكل يا زينوبه بالحق لانك صوت تستحق، وان شاء الله علاش لا، ان شاء الله علاش لا. وباش توا باش نرمي الكوره شويه لحسين، نشوفك في عرض يستضيفك فيه حسين عليك لانه يشجع حسين. لحظه لحظه لو 6 افريل اي لو 6 افريل لو 6 افريل باش كنا انفيتي نتاعي في سيتي دو لا كولتور في مهرجان المدينه. اي الولد سكوب هذا يا حلو برشا برافو بوني دينا خليت لك ما خممتش فيها ونتوما ما خممتش فيها شفت كيفاش فوالا علي اوكي باش تقعد ديما تتذكر ندي نتذكر وانت يعطيك الصحه على كبر قلبك وعلى ذلك ربي ديما يكتب لك النجاح خاطر جوستومون خاطر نحبوا بلادنا ونحبوا بعضنا ونحبوا روايحنا كتوانسه. وبالحق عندي ما نضيف على سي سفيان تبارك الله قال كل شيء، مي انا عندي انا تونس ولاده بالحق وشعبها شعب راقي وفيها الوالده نتاعي وفيها اصلي وفيها تراثي وفيها جمالي وفيها ام الزين الجماليه نتاعي وفيها الكسكسي نتاعي وفيها دنيتي معناتها فيها انا. دونك يظهر لي فما بيتهوفن باش نتحاجه عليك انت قال لك بيتهوفن سي تو فو اتر انترناسيونال شانت تون بيي. يظهر لي واحد باش يكون عالمي مثلا زينب لازم يعرف لازم تحب بلادك وتحب روحك تقتنع بروحك بالباهي بالخايب مي اون توكا تقتنع بروحك. يظهر لي بالعكس احنا النقائص اللي عندنا في تونس يظهر لي هما اللي مهم ما يلزمهمش يوليو دي زونديكاب لنا احنا بالعكس يوليو كيما الاتو ناخذهم كيما اتو ونولي جو تشالنج ونحاول نربح ونمشي للعالم ونضاهي الناس اللي في امريكا ما محسوب في روسيا ولا تونس تونس اكيد ولاده الحديث ما يوفيش في المنطلق هذايا. نتمنى لك كل النجاح زينب انا زيد وان شاء الله نشوفوك مع حسين في ابريل. انا قمرت الدات ربي كلكم وزيت انفيتي كلكم وزيت انفيتي ربي نحب نقول لها حاجه انا بورتون ما نغنيش غربي وكل شيء اما بالحق تاخذ الانستغرام تاعي وتستحقني في اي حاجه. سمح لهم فنانين تونس تصفيق عليهم بالحق تصفيق عليهم من الدنجري هذاك الدنجري هو الدنجري هذاك خليك معنا اوكي لانه توا انت تكلمت على الدنجري المزيان هذاك وانا لابسه هكا لباس وعبايه مزيانه بانامل تونسيه مزيانه لسونيا بن خليل والديكور تشوفوا فيه لمسات ايضا لشاب تونسي يعني اللي امن بالصناعات التقليديه واضفى عليها الطابع العصري. شمس الدين اكيد نوجه له تحيه وقاعدين تشوفوا فكتوش هذيك الصناعات التقليديه هي هويه هي اللي تخليك تحافظ على تراث بلادك
ومن الجميل يعني تونس ماهيش منعزله عن العالم، تونس يعني هي بلد دائما دبلوماسيا ما شاء الله نلقاوها يعني بيان انتوغي، يعني محاطه ببلدان اللي تعطيها قيمتها وقدرها. احنا حابين نكونوا حاضرين في عمل خيري، في حفل خيري اللي كان بمبادره من زوجات السفراء العرب في تونس في اطار الانشطه الاجتماعيه والتضامنيه لمجموعه ديبلو إلا لأزواج رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في تونس. تم تنظيم حفل خيري يوم 14 مارس بمناسبة شهر رمضان الكريم. الغاية منه والهدف منه هو إدخال مداخيل للقفة لإعانة الناس أكيد المحتاجة، وكان حفل راقي جدا وجميل جدا. ساهمت في هذا الحفل كل من سفارة السعودية، مصر، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات، وقدموا وإحنا نحكيه على اللباس التقليدي اللي يمثل هوية كل بلد، قدموا عرض يعني أزياء لكل بلد عربي فيها الهوية هذية وهالخصوصية هذية اللي يتميز بها كل بلد. وتخلت الأمسية أيضا رقصة التونغو وعروض أزياء من أندونيسيا، وأيضا رقص تقليدي أندونيسي كان يعني موجود. مداخيل الحفل أكيد كيف ما قلت لكم هي لصالح العائلات المعوزة. للحديث بقية لأنه إن شاء الله نخليكم تتفرجوا في الحفل هدايا عن طريق الروبورتاج اللي قامت لنا به الزميلة زهرة فضلي، ونواصل الحديث لأنه حركة مهمة جدا وحركة نبيلة وراقية من البعثات الدبلوماسية في تونس. الدبلوماسية ليست فقط التمثيل السياسي للبلاد وتصريف شؤونها الخارجية لدى الدول الأجنبية، وإنما لها أبعاد أعمق وأشمل تتجلى لا فقط في الجانب السياسي، وإنما أيضاً في الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تقود إلى التقارب بين الشعوب وتسهم في زيادة الوعي والانسجام المشترك بينهم. ومن هذا المنطلق وبمبادرة زوجات السفراء العرب في تونس في إطار الأنشطة الاجتماعية والتضامنية، نظمت مجموعة دبيلو إلا لأزواج رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في تونس الثلاثاء الماضي حفلاً خيرياً لمساعدة العائلات محدودة الدخل بمناسبة حلول شهر رمضان. احنا مجموعة من زوجات السفراء المعتمدين هنا في تونس، وانا انتخبت كرئيسه انا وحرم سفير ارجنتين، فقلنا نجرب كده تجربه جديده ان احنا نجمع ما بين الدول العربيه والدول الاجنبيه، ان احنا نعمل نشاط لشهر رمضان الكريم. فقررنا ان احنا نعمل عرض الازياء، ان كل السيدات تحب الازياء ولكن باتجاه مختلف، ان احنا قررنا ان احنا نجيب من كل بلد عربيه أزياء سواء تراثية أو أزياء يعني حصرية. Nous comme groupe des conjoints des ambassadeurs et on a un travail de solidarité et envers tous les pays que où nous sommes. À ce moment c'est la Tunisie. Mais quand on est, je ne sais pas, au Chili, au Brésil, on essaie de soutenir toujours des causes humanitaires solidaires. ولأن الكثير من الروابط الثقافية والحضارية يمكن أن تكون قاعدة للتبادل الفكري وتعزيز العلاقات الإنسانية بين الدول، ولأن لغة الإبداع والفن أشد تأثيراً، اختارت مجموعة دبيلو إلا فن الأزياء العنوان الأبرز لهذا الحفل الخيري، وتم تقديم عروضاً لللباس التقليدي مستوحى من تراث عدد من البلدان العربية مع إبراز خصوصيات كل بلد وما يسخر به من تنوع وأصالة. تشكيلات أنيقة وتصاميم مبهرة تحاكي الأناقة قدمتها مجموعة من مصممات الأزياء من مصر والأردن والسعودية والكويت وقطر والبحرين وتونس، تفاعل معها المدعوون في الحفل الذين اكتشفوا من خلال التصميمات المختلفة ثقافة كل بلد وتراثه الغنية. هي كانت عرض جميل بصراحة، وكل البلاد العربية شاركت وورد كمان يعني شغلهم وتراثهم، ف
فكان فعلا عرض جميل وكده هو، واحنا محظوظين جدا 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 ان شاركت معانا المصممه العالميه فريده تمرازه، جميله. وقد ايه انا اول ما كلمتها وقلت لها يعني احنا في عرض ازياء، اول واحده قالت لي طبعا احب اجي اشارك، فانا بشكر لها، بشكرها فعلا يعني من قلبي. وهي بصراحه عملت شو جميل. وكمان في اخر فستان لازم الواحد يذكره، ان ده الفستان اللي اتلبس في الموكب المومياء. الفستان له يعني له معنى خاصة لينا بصراحة، يعني زي ما شفتوهما قراب من بعض كتير، نفس تقريبا مع اختلاف النقشات او الالوان في بعض الحالات، لكن كلياتنا في نفس الموضوع، في نفس الطريقة في اللبس في رمضان. vraiment bravo aux organisatrices que nous sommes, ça il faut les féliciter et bravo aux Tunisiens qui sont les Tunisiennes et les Tunisiens qui sont venus très nombreux. On ne s'attendait pas à ce nombre. Nous étions pratiquement débordés pour l'organisation, mais je vous remercie beaucoup, beaucoup. La culture arabe, c'est très intéressant, c'est très vivant. Et la calligraphie, c'est un art, c'est une pièce d'art. Et c'est pour ça. J'adore. Tous les événements sont magnifiques. Ils sont beaucoup de couleurs, les couleurs dorées. J'adore. C'est magnifique. Pour moi, c'est une culture différente. Mais j'adore, surtout là pour le ramadan. J'aurais aimé gagner une de ces jolies robes, mais malheureusement, mais j'en ai, j'aime beaucoup ce genre de robe, d'abaya, ou voilà. Je pense que c'est très intéressant parce que pour moi, les vêtements arabiques, arabes, c'est très différent. J'aime le pays avec ses spécialités, mais aussi les modernes vêtements. The clothes in, from the Tunisian designers. I really, really liked it. سعيدة اللي شاركت معهم اليوم في الليفين مواضيع. بصراحة حاجة ياسر حلوة على الأخر، وعجبني ياسر العرض الأزياء من العالم. معناتها شفنا حاجة جديدة، شفنا حاجة مزيانة على الأخر. فريمون كانت حاجة ياسر تشرف وحاجة ياسر باهية. ومثل الحفل الخيري أيضا فرصة للاطلاع على تقاليد أكلات عدد من البلدان العربية في شهر رمضان، لا سيما الحلويات التي تقدم في السهرات الرمضانية. أجواء الإبداع والفن لم تقتصر فقط على عروض الأزياء وتقديم الحلويات التقليدية، وإنما أثثت الحفل الخيري عروض الرقص والغناء من خلال عرض لرقصة التانجو وعرض رقص تقليدي أندونيسي، أضاف مسحة من الجمالية على الحفل الذي اختتم بمسابقة سحب لعدد من الجوائز. الحمد لله إندونيسيا قد تشاركنا في هذه الحفلة، وإحنا سعيدنا جدا جدا لكي التونسي والعربية يعني يعرفون كيف إندونيسيا يعني وكيف تقاليدنا وكيف أزياء بتاعنا هكذا يعني. تبقى الأعمال الخيرية قيمة إنسانية نبيلة وسلوكا حضاريا، فهي تأتي قبل كل شيء، لكنها قد تكون أيضا فرصة للاحتفاء بالعلاقات الثقافية العربية المتجذرة في أصالتها وعاداتها وتقاليدها والمبنية أساسا على التحابب والتضامن. هي فقط في حاجة إلى إعادة إحيائها من جديد من خلال الحفلات والتجمعات الخيرية. العمل الخيري هو سلوك حضاري، وكان حفل يعني متميز جدا، وسعدنا كثيرا كتلفزة وطنية ومنوعة ليالينا اللي إن شاء الله باش تقدم ليالينا العربية خلال شهر رمضان، إن نكون الكاميرا الوحيدة اللي موجودة خلال هذا الحفل. ونحب نقدم تحية كبيرة برشا الحرم سعادة السفير المصري السيدة ميرال محمود كارم على هذه الدعوة، وأكيد العمل الخيري الدبلوماسي وهالحركة اللي قدموها يعني نساء البعثات الدبلوماسية في تونس حركة نبيلة جدا. سي سفيان، أكيد جدا، خاصة أنت حكيت قلت هذه مداخيل ماشية للعائلة المعوزة، لكن في نفس الآن أنا شفت
ثم معناها يصل في ناس وتقديم لانه لو تكون كما قلت انت قبيل على الشباب هما سفراء نتاع البلاد نتاعهم بشكون باش ادور مش لازم عندك اوراق اعتماد يعني باغنيه بفن بابداع بخدمه متقنه بمنتوج تعمله بالكدا يكون عنده قدره تنافسيه معناها تنجم تكون امباشادور نتاع بلادك ومهم ياسر وانه الثقافه العربيه واللباس العربي واللباس التونسي وشفنا معناها في الالمان مثلا كيفاش يتفاعلوا مع هدايا ولا الاوروبيين اللي احنا عندنا ياسر الوان معناها بلدنا فيها الشمس وفيها الالوان ولباسنا كما لابسته انت ما شاء الله ملون مفركش تلقاه دونك المطلوب كذلك من الدبلوماسيين باش يعملوا هذايا البلع لانه احنا عندنا شفت انت توك تمشي البارد ولا تمشي للجم ولا غيره تشوف سامبا لا سامبا ذيك كانت كيما الماليه قبل كانوا يحطوهم بالكولور توا نشوفوهم الخام وبلا كيما الماليه نتاعنا تلقاها خضراء باريكزومبل في جربه حمراء في قفصه حمراء في جربه كحله باريكزومبل في جهه الساحل وزرقاء ولا موف في جهه الشمال الغربي هذاك مهم جدا علاش على خاطر يعطي البعد الجمالي وفي نفس الوقت العمل الدبلوماسي لانه هما نساء سفراء ممنوع عليهم باش يخدموا لكن ينجموا يقوموا بعمل انساني وكذلك كما قلت عمل انساني لصالح الفقراء والمهمشين ويجب نفكروا فيهم الناس الكل صحيح يعني خاصه جاي رمضان ولو احنا مش معقول انت تاكل ولا تبات شبعان وبحداك انسان ما عندوش وغيره دونك يلزم نخموا فيهم مهم جدا حق حاجه باهيه نعرفك انت ناس ناس ديما تدخل ليالينا الوحيده اللي دخلت هذيك تسميوك نس نس وهاو النس نس هاي النس نس النسيه بلوتو هذيك النسيه سميناها كريمه تحيه الكريمه الوسلاتي زميلتنا اللي تحقت بينا الان سي سفيان احنا حكينا على اللباس التقليدي وكريمه لابسه اللباس التقليدي الجميل الى جانب انه في الحفل هذايا كانت فما المسمى العالميه فريده تمرازه اللي شاركت في موكب نقل الموميات وكان الفستان يعني موجود غاديكا وايضا المصممه العالميه الكويتيه شريفه الغانم يعني نساء السفراء ما شاء الله عليهم اجتهدوا وحاولوا يقدموا فساتين كل دولة يعني حسب التقريب بلون معاصر وأيضا باللون التقليدي وهنا نحب نقدم لهم تحية وإحنا قاعدين نشوفوا في العروض يعني قطر البحرين الإمارات السعودية الأردن وأيضا البحرين السعودية قطر الإمارات والأردن أي هذوما ومصر أكيد أي نحب نقدم لهم الأكيد تحية لأنهم ساهموا يعني ساهموا في إحياء هذا الحفل وفي إعداد هذا الحفل وأيضا ساهموا في تنسيق التراث هذايا الجميل عن طريق عروض الأزياء ساهمت فيه السيدة حرم سعادة سفير السعودية مهرة سعد الشهراني السيدة حرم سفير الأردن هند عمار تراونة السيدة حرم سفير الكويت نهى بنوان البنوان سعادة سفيرة الإمارات بتونس السيدة إيمان أحمد السلامي والسيدة حرم سفير أندونيسيا نور الجازمة تحية لهم الكل إلى جانب بطبيعة الحال المديرة زوجة سعادة سفير مصر بتونس ميرال محمود كارم تحية لهم شكرا لهم على هذه الحركة النبيلة وتوا نواصلوا أكيد أجواء منوعتنا من خلال فقرة الدنيا كريمة فن. الدنيا فن الدنيا فن شنو باش تحكي لنا نسمع حسين ومن بعد نمشي للفقرة طبعا طبعا قل لي شنو باش تقدم لنا باش نقدم لكم برشا اخبار ما بين حمامات بين باريز بين الكيف وبين جربه فما برشا جولات اكيد فما جولات فما سيكا جاز اجندة ثريه فيها بعض المواعيد المهمه اللي باش نستحقوها خاصه في الاسبوع القادم مواعيد عندها علاقه زاده بالمتاحف اللي باش يقع فتحه مجانا نهار 20 مارس برشا اخبار ان شاء الله تفيد المشاهد أكيد نستمتعوا بالصوت الجميل الحسين تحكي على مصر طلعت لي في مخي عملت أغنية بالمصري اسمها السنيورة هبطت قبل اللبنانية اللبنانية اللي تنسيني آخر أغنية هبطتها باللبناني واللي قبلها السنيورة صورتها في عند راهم فوالا وتوا باش نسمعوا السنيورة أي نسمع السنيورة يلا بتشجيعكم الفنان حسين الدوس
غمضت عيني سرحت شوية رحت على جنتنا نفسي اخدك عليها وريك حبك عامل ايه ادلعك تنبسطي اخرجك تفرحي ادمك ادفيكي اسفرك افريقيا يلا نفرح ونغني انا المغني اللي ماله حدود وانت اللي بنت السنيورة لي جمالك مش موجود يلا نفرح ونغني انا المغني اللي ماله حدود وانت اللي بنت السنيورة أقوى وانت البت السنيورة اللي جمالك مش موجود صوت الأذن طالع يلا نصلي صلاتنا وندعي ربنا يحقق حلمنا ده انت الحب يا سارة البت السنيورة اللي جمالك مش موجود يلا نفرح ونغني انا المغني اللي ماله حدود وانت البت السنيورة يلا ديلي وحدك وحدك جهاز عرونا سولو ترا ترا يلا ديلي 1 2 3 let's go let's go زيدنا شوي زيدنا شوي ترى يلا نفرح ونغني انا المغني اللي ماله حدود وانت اللي بنت السنيورة اللي جمالك مش موجود يلا نفرح ونغني انا المغني اللي ماله حدود وانت اللي بنت السنيورة اسكل وقت يلا يلا نفرح ونغني انا المغني اللي ماله حدود وانت اللي بنت السنيورة اللي جمالك مش بحدود يلا نفرح ونغني انا المغني اللي ماله عمل سولو باتري سولو باتري 1 2 يلا يقوى خلي يرجع لهوني اقوى اقوى الجمهور اقوى يلا يلا شنو النوم الليل وانتم تفرجوا فينا زاد سفر امي كانت تفرج سفر نفرح ونغني انا المغني اللي ماله حدود وانت اللي بنت السنيورة اللي جمالك مش موجود يلا نفرح ونغني انا المغني اللي ماله حدود وانت اللي بنت السنيورة اللي جمالك مش موجود ميرسي بوكو يعطيكم الصحة برافو الفنان حسين الدوس مغني ماله حدود ما عندوش حدود فعلا يعطيك الف صحه عايشك قبل ما نمشي الكريمة وانت ما زلت هكا فكليني في هذيك اكابيلا مثال ربي يقبلك اكابيلا نحب نساله شكون ساره الغنيه المشكله اللي هي كلماتي والحاني
الكلام كتبته في الكوجينه نتاع داري، ما كتبتش ما خديتش معناتها زعما هكا كاتب وكل، قلت له بربي احكي لي على ساره. صدقني في الكوجينه في الصيف بعد جوستومون لا تغني استيفال هذيك افيك اون بون انرجي في القايله نكتب هكا، خرج كلام بالمصري خرج هكاك، لقيت روحي نكتب حد جوازي القريحه وقتها مالغي الماده نتاعي مش بس ساره اللي صار بروبليم. ما نعرفش كيفاش طلعت ساره جو سي با، كانت هو في المصري كلمني نكتب معك. على ذكر اللهجات والاغاني، انا سمعت يغني ملحم بركات والله اكابيلا اي مدام هكا وانت ما زلت في الجو، سمعنا ملحم بالحق شويه معناها حاجه حلوه برشا قدمها بالحق صافي على يخدم هذا اي على بابي واقف قمر واحد في السماء والتاني اغلى من العين بيفهم بالوما، على بابي واقف قمر واحد في السماء والتاني اغلى من العين بيفهم بالوما، على بابي على بابي واقف قمر نصبح خاطر هذيك تنجم تكمل بها للصباح. مسحور ملحم بركات من الفنانين المتميزين الله يرحمه، من اجمل الاغاني اللي في الخزينه العربيه، يعني اغاني ملحم بركات. نمشيو للدنيا فن والدنيا فن مع كريمه الوسليتي وندخلوا في اجواء الاجندا. شنو اخترت لنا كريمه؟ كريمه ليك. شكرا ليك نادية، تحيه ليك وكل مشاهدي الوطنيه الاولى في ليالينا. البدايه باش تكون عندنا فنان غادرنا، لابد باش نذكر الله يرحمه الممثل القدير عبد الغني بن طار، اللي هو ممثل ومخرج. غادرنا نهار الجمعه 17 مارس، الجمهور عرفوا من خلال الاعمال الدراميه، بدا هو في جمعيه قدماء مدرسه التمثيل العربي وتنوعت التجارب من خلال عده جمعيات تمثيليه، وكانت عنده محطه في فرقه التمثيل في الاذاعه والتلفزه التونسيه. عرفناه في المسرح من خلال هاملت مراد الثالث، وفي التلفزة من خلال مجموعة من الأعمال التلفزيونية كما قمرة سيدي محروس، كما الخطاب على الباب، كما باب الخوخة وريح المسك وغيرهم. الله يرحمه عبد الغني. الله يرحمه. نعم. أماني بن طارة بنته قدم لها تحية، نقول لها الله يرحمه ونعمه، كلمته ما زلت ما تحصلش عليهم. أماني قرأت معايا زادة فنانة أوبيرالية، إن شاء الله ربي يرحمها. إن شاء الله ربي يصبرها. أماني صديقتي كل أحباب وعائلة محمد جدا، ربي صبرهم ولا يرحم وينعموا. الله يرحمه. الله يرحم عبد الغني بن طارة. بالفعل نمشيو توا الموعد اخر سينمائي لدي افلامنا السينمائيه في تونس، بعد ما يتعرضوا اكيد في القاعات ويشاركوا في مهرجاناتنا المحليه يخرجوا لبرا، كما قدر الفيلم اللي توج مؤخرا في مهرجان الفيلم المغاربي في امستردام، الفيلم من اخراج ايمان بن حسين، بطوله مهذب الرميلي، تقلى شمعون وواجهه الجندوبي. بالفعل عمل بخلاف انه توج في امستردام، كان حاضر كذلك في مهرجان بيروت السينمائي، كان حضور مهم جدا، وكان حاضر في الايام الفرنكوفونية في براغ، عمل جولة أوروبية عربية ونجاحات تحكي عديدة يعني حققها فيلم قدر. بالفعل أنت قبيلة حكيت على دور النساء الدبلوماسيات وقت اللي عملوا الحركة هذه، كذلك أنا نجم نحيي هوني زادة سفيرنا في بيروت وسفيرتنا في براغ، لأنه كان
كان عندهم دور كبير زادا باش وصلوا أعمالنا الأعمال التونسية في الجانب الثقافي الأرض. مهم جدا لأنه باش نمشيو كذلك لتظاهرة أخرى في الكيف سريعا باش نمشيو لمدينة الكيف اللي احتضنت سيكا جاز دورة ثامنة اللي أصبحت من التظاهرات الفنية الثقافية اللي ينتظروها اللي في الكيف واللي كذلك من خارج الكيف لأنه يمشي خصيصا باش يحضروا سيكا جاز من 14 ل 19 مارس. كان حاضر مالك الأخوة كان حيدر حمدي سميرة إبراهيمية نتصورك تعرفها كذلك سامي اللوز. الاختتام باش يكون مع حافظ مقني استاذك حافظ مقني الأوركستر كارتاج السيمفوني وبعض العروض من كيف باش تمشي الجربة في لاغوغا جربة. نمشيو الموعد آخر مهم جدا ينتظر عشاق أميمة خليل باش يكون نهار 20 مارس. أميمة خليل باش تكون حاضرة في قاعة أوبرا تونس في اختتام الدورة 30 للملتقى الوطني الأدباء الناشئين نهار 22 مارس. الاختتام باش يكون بحضور أميمة خليل. المميز في هذه السهرة أنه الدعوات موجودة في دار الثقافة حي الزهور في مدينة الثقافة في دار الثقافة ابن رفيق يعني الدعوة مفتوحة وعامة للي باش يحب يحضر النجم ياخذ الدعوة متاعه. بمناسبة عيد الاستقلال كذلك باش يكون الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية باش يكون بصفة مجانية. هذا مهم جدا لأنه هو كل أحد متعودين في آخر كل شهر كل أحد لكن المرة هذه تزامنا مع عيد الاستقلال باش يكون الدخول مجاني. باش نمشيو توا الحاجة مميزة أنه احنا بأفلامنا وبفننا كما قلت سي سفيان سفراء الكاتب كذلك هو سفير لبلده لما يحضر في أنشطة خارج تونس. الكتاب التوانسة متألقين وآخر تألق كان السامي مقدم اللي كان حاضر في صالون الكتاب الإفريقي في باريس وقدم محاضرة حول موضوع مهم جدا استريمينج والإيبوكس والأوديو ليفر التوجهات هذه الجديدة بعلاقة بالاستهلاك والقراءة عند القارئ الإفريقي وفي إفريقيا بصفة عامة لأنه الآن الطرق تغيرت فكيف سيكون استهلاك الكتب مع التكنولوجيات الجديدة. باش نختمو بكرنفال مميز جدا اللي هو في الحمامات. الحمامات تعيش على وقع كرنفال انترناسيونال فيه تقريبا 13 دولة حاضرة 330 فنان تونسي إيطاليا بلجيكيا بريطانيا مصر سوريا الجزائر ليبيا الكل حاضرين في هذا الكرنفال اللي تعيش على وقعه مدينة ياسمين الحمامات. مازال هو فما عندنا خبر ولا نكملوا خلاص؟ ليه فما خبر كان تحكي لنا على أجواء العرض. ما نجموش العرض اللي حضرت فيه البارح العرض يوم القيامة مش يحضر فيه سي سفيان لكن التزامات حالت دون حضوري غدا يوم القيامة فما عرض مهم جدا البارح كان في الأوبرا كريم السليبي كذلك مجموعة من أصوات أوبرا منهم المتوج في مهرجان الأغنية دليشبيل وفما صابر كذلك فما نايبر غوثي فما سيرين مهبولي فما مجموعة من الأصوات العز فين اللي كانوا كان فما زين شيف دوركستر محمد بوسليمه كان كذلك حسين ميلود معناتها اجواء كانت سبيسيال على الاخر البارحه نشوف في بعض الصور اكيد للعرض من غدا لانه كانت الاصديه جميله كانت اصديه جميله جدا خاصه انه هو كان فما عرض ما قبل الاول من في 29 ماي وقعدوا يحذروا حتى لين في النهاية حدد يوم 17 مارس العرض الأول اللي كانت فيه لمسة إخراجية كذلك الوليد الدغسني عرض كان بأماكن يعني ملقانة قاعة الأوبرا كلها اتعبيت يبدو أنه ممكن باش يلقى حظه زادة خارج تونس لأنه نوعية العروض هذه ممكن تكون في فضاءات مغلقة أكثر وتحذير كبير برشا لأنه أمور نفسية حتى في فضاءات مفتوحة كبرى أما يلزمها تحذير سبيسيال خاطر الفنانين زاد حضروا خضعوا حتى التدريبات خاصه في شامبر نوار وكان تدريب نتاعهم مميز جدا وكانت نتيجه هذه التدريبات عرض غدا يوم القيامه لكريم سليبي اكيد نتمناو الكل تبارك الله المبدعين التوانسه النجاح والتوفيق ومحليها الحركيه الثقافيه هذه كريمه هي حركيه يعني ما تزيد بلادنا كان جمال على جمال ونعرفوا احنا كي نقربوا من شهر رمضان المعظم نولي ونحبوا كل الحفلات
الحفلات التظاهرات الثقافية. وعلى ذكر رمضان كذلك عندها نكهة نكهة خاصة. على ذكر رمضان زاد مدينة الثقافة كما عمنا والعيشتنا في جو سبيسيال على الآخر. السنة مجموعة من العروض يوميا ثم عرض مميز يستحق المتابعة إن شاء الله تو نحكيو عليه. باش يعملوا ندوة صحفية نهار ثلاثة اللي مهرجان المدينة وإن شاء الله تو نحاولوا نستغلوا بعض التظاهرات أكيد في ليالينا العربية إن شاء الله اللي باش تكون مباشرة خلال شهر رمضان وأولى السهرات باش تكون مع الشقيقة المملكة العربية السعودية بحضور سعادة السفير أكيد في تونس وإن شاء الله تستمتعوا بليالينا العربية ونرجعوا لهنا. احنا نحكيه على التظاهرات الثقافية ومن التظاهرات الثقافية الجميلة جدا واللي حققت نجاح بشهادة كل الناس مهرجان الأغنية التونسية اللي كانت السفير فيه مشاركة وأيضا الحسين. اسمعوا منى الشادي اللي كانت ضيفة كيفاش قدمت المهرجان وكيفاش حكيت عليه من خلال هذا التلخيص.